مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم يوميات. حلقتنا اليوم مميزة بوجود ضيف من نوع خاص، طبيب من نوع خاص. دور تشوفوا معنا في الحلقة والدور تشوفوا معاناته وتشوفوا الواحد بكامل إن شاء الله. خلوكم معنا في الحلقة وركزوا مع وجهي، لا تركزوا مع كراعية. مشاهدي الكرام، نحن ركض إن شاء الله تعالى في الطريق شور ضيفنا اللي نعد مع حلقة اليوم. الساعة تقريبا وردت ليلة 29 في رمضان، وقايسين ضيفنا من نوع خاص، ضيف ميكانيسيان دائما نتحدث معه أخبار مهنته، يلي مهنته ميكانيسيان وعقباته وأموره وحياته الخاصة. فنحن الضيوف الوسانة دائما نسوي مسيلة خاصة نستجلاو منهم، نعرفهم منهم حياتهم، يستعرف لسان المواطن والله المشاهد الذي قال له لسان الإنسان البسيط لصاحب المهنة البسيطة، سواء كان ميكانيسيان والله ماسون والله سواء كان قرداي. الهدف هو تنعاد الوجه الحقيقي اللي في الناس اللي هم إعلام الواقع، إعلام الحقيقة، ياك نعرفوا للناس اللي هم للواحد اللي في شنو هو. إذا على كل حال نحن وقت في الطريق ياسين ميكانيسيان إن شاء الله تعالى متواجد معه عنا نحن إلى نجو إن شاء الله شرب الدارو وغمات إلى نجو إن شاء الله شرب الدراجو. نزلت معه هذا اليوم اللي هو من رمضان الكريم لرمضان اللي هو يا اخي شاك احمد ديالك لاباس يا اخي. تقول لي انا عندي معك حلقه من مياه. تفضل. اشتريك بس انت مالي اخت اللي قرد الدار. ايه. ايه واش ما عجلك عنا، نحن قلنا لك عنا يجو. تبان كيف شعشت عنا فراك متلفين لك واحدين شرب الشغل والله ذاك وقت. كنت حران. ايه. وانت فاتح كبو كلاش وانت ياك ما يخاسر. والله لا خلاص وين هو معناها انت بعد قاعد كم 200 سنه اول شيء بعد قاعد طبب رقاش راسه. اول ما تبدا سابك دماري سابك كل شيء. تفتح حد كنترول وي. ما في شيء راك وتخلص معها. هذا يعطي كل يوم رقاش عاد. كل يوم وداني تفتح. سيكين وتيا نصر خسرت وتيا ما قطعت الدور نهائيا. كل يوم يسوى ماكينه جديده يسوى كل يوم يسوى ماكينه جديده يسوى الصورتي اللي زينه. ما تسيالي الماء ولا تسيالي الشيء يسوى شنو ولا. ولا ريتك ولي عليك دي غير انا هشي لا تعود سيالي تعود سيالي اللي شعب انك ساعه كنترول صباح صباح تفتح اول شيء نبدا بعد قال نفتح هي كبو خرس ويده معي ايوا خرسوا عندهم شلون نعود تام نردو كيف هون شو ذاك تام ايوا نفتح ما خلاص ما هي ما تام نورمال نقفل كبو وذوك تعود ديك ساعه قد تشوفوا الدمار زين حتى انا عن هذا بعد قاعد توصح بينك اي رقاش عنده وتر اي مسلم عنده وتر عبد الله كنترول وين خرس ما ضمات هي راهو شوفوا من درا كان الى قا الى دخل في ماتيا قاع ما عدل كي درا عدل مع الصباح من درا كان الوقت مع الصباح اول شيء عنده وقت ما حدد يعطيك اللي دماريها تعطيه والله لا انا لا دماري قايم ماشي ما معلوم فيه تجي تشوف وتعطي لي الدقائق ثلاثة دماري وتعطي خمس دقائق ياك تقريس الماكينه الى ما قريسها الو عليكم السلام ورحمه الله انا ما شاء الله دقائق واحد ما شاء الله دقائق نتلفن لكم واحد شوي شوي دقائق ان شاء الله اوكي قداش؟ قلت لك عم من يجي يقعد فيه يعطيك الدقائق انا تشوف الدماري انا ما يعطي خمس دقائق ياك نشوف وراك اول شيء الدماري هي تشوف فيها والدماري هي وتخليها خمس دقائق والله هي هي نشوف فيها انا ما انا عدل انا ما معلم في الماكينه الا نشوف وين قايم ماشي لا راخي عم الصاب اللي كولو كامل ما بقت مدو تشحال كيف لباس يا اخي مدو هذا هو وقراشك انت نحن وقت اللي نصور حلقه من برنامج قال اليوميات مع زايد هذا البرنامج لا نقصد في واقعك انت كميكانيسيان زين من شهر الدولار كتي راعينا لين ندخلوا قراش تنعت لنا شغلتك في قراش وما سويت تنعت لنا كامل هنا اياها ونتكلموا معاك في ياس من مواضيع اللي تهمنا واللي ما تهمنا الشيء كامل قد نرجع له مثلا الحق اخلاقنا عن السوق عن الدور عدل انت اقول عند من تدخل قراش ركتي داخل قراش والصايم مع التاسعه تقريبا مع الصباح ركتي حق اول ما تدخل قراش ركتي ايش تعدل تقول الو السلام عليكم شباب الناس قدام ونتدخل تو شيف قراش تو البطرون واحد هم اللي هناك هو الشيف انتم ديش شيف ما تسمع عن فحل ما نهدف ايوه
شيف دكراج تقولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. عندك شو العامل تبارك معك يبارك حاجتك تبارك مع القراء علينا كله. يعني تجي وتبدا معاهم بما تتخرس العمل لا يبدو فيه هذا اول شيء تخرس تخرس تلقي نظره عامه على الوتات عندك ونوعيتهم ولا كامل زين وتقوم داخل وتتبدل لباسك كما تبدلت. قول لي احمدو خلينا نصلي وقفهم فضل شوي نتكلم دقائق سابقا نلحقوا قضيه الوتا. انت دي ميكانيسيان جايبها منين؟ هاي ميكانيسيان. ايش تميتني عدت ميكانيسيان؟ لا ما اعرفه. ايش تميت والله في الدنيا كامله اني رصفت عدت ميكانيسيان. والله نقول لك تميت هون اشتغل مع واحد في كارفور ما ادري اشتغل معاه في بيسيري تيايلو. كنت تيايلو؟ تيايلو واحد من هلاطار واحد قال ما هي مشكله ما الاسامي قاع ما هي مشكله. ايوه تميت تيايلو. تميت تيايلو لين عقبت مشبيه هو شرطار ماشي بيان هو مسيان. ايوه تمينا لين خسرت علينا الوتل ذاك الزمن حمان. وفرها هي خسرتها خساره والوجهات مو بخارقين حتى انا ولات على الصدر قاعدين تخرسوا هو في حساسيه مو اللي مسكين ونبتنحب ولا قاعد يحرك وانا ما نحرك ولا اعرف شو اسوي شنو زين حتى طعنت انا قلت لا من ذاك النهار قررت انت عنك ان شاء الله تعود ميكانيسيان وتعود تعرف تشوفها شنو الاليه اللي عدتني درتها في راسك ياسم من الشباب يختار يعود ميكانيسيان يختار دي الاليه اللي دار في احمد في راسه توكلت عليهم انا وقيم جيت الوقت وقلت له انا لا بد من الكراج قاعد في كراج شلك فيه وانت كذا قلت له موسخ وشلك فيه اخوان قلت له لا بد من عود الحرك ولا بد من عود الفقر رايح ايش عاد ليش سنتاش؟ هاي نقول لك انا دور 98 98 ايوه قيمت بيا شغل قوارب قوارش ودخلتني يا اسطى كراج بيوره في السطاره كراج مختار الفيران معروف ايوه تو شايف شمو وطرحوني عند وبدأت طلعتيك الساعة سولدا طلعت بعد من سكادو اول شيء تبدا فيه بدات فيه شنو تعلم اول شيء بدات فيها تاي تعود ولا كنت انت كنت عاد شهر كارفور ما تعاد انت من كراج ترتسل الماء عقب بعد شن قالوا قصاص وبطر يغسل لي حديد ونغسل لي حديد قال ياك ليش شنو يقول لك ليك كذا وهي الحديد شنو يوم انت باطلون يقفل بويت والله ماكينه قاعد محلى وبشار شرويطه ملفه ماسكه يا غير كان تدير معاه عنك همتك انت مولي ما شاء الله احمد وعنك همك تتعلم همني اتعلم جاي على اني لا بد لي نعود مكان كالشيء لا بد لي منها دخل براسي ولا كم فوتني اعطاك قبط شهادتك اعطيت دول 10 سنوات تقريبا شيت 10 سنوات انت ما بتعد ما بتعد رسمي اللي مولي يقول لي ما بتعد تعرف قاع شيء قاعد يقول لي انت ما تعرفش ايوه سمعت بتوفات وخلال 10 سنوات خلاصك شنو كم يعطيك؟ يعطيك يوميه يعطيك مره يعطيني يوميه 200 300 وعقب عاد يعطيني 1000 عقب منهم عاد يعطيني 2000 عقب منهم عتنين عد الوته ورا منها 10000 نقبى انا 3000 نعطيه هو الاخر زين وني نفسي مولي نبرك فوق في روايه يقلع من يقول ياك ما صار عيد تبرك في مبريات نمشي نعد الوته ونقول له لا عقب مولاه اعطاني 2000 والله كاتب لك ما حد حد اعطاك شيء غير اللي اجى احد عنك لا بد ان انكسونين انت هبه بني حاكين في محاول الفضاء يعطيني من الفين وشو عيد تنكرد حتى دائما يكردني لا قاعد عادي مكان بينك سام تقول لي ياك ما شفت المشكله يقول لي لا بد احد يركض يعرف يعود ما يخسر وتا 300 لا شارع قال لي مسؤول ولا يعود كاسكاد مين يخلي عندك وتا من فوق وذاك القاضي ونديروا لا حد زين ينصحني لا نصحه وعن الشيء مو صالح ما يعدل ورقاش ومنهم يدور على الفضاء يدور على كراج يدور زين 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 تميت معاه لين انت تميت معاه لين دي ميل ايوه وقيم جاي جيت هون واكشن ايوه وفتحت كراج انت راسك تعطاك شاته ما انا عنك ما فوت ياسر قاعد ديميل ويتي منها من 98 الى ديميل سابق ذوك سابق خالق سنوات ما حسبتهم انا قاعد اللي جيت انا تعرف لا نجي ونهرب نجي ونهرب هذا 98 تجي سابق نجي ونمشي هي زين 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 غير فيكس رسميا عدت من 98 رائع جدا نمشي شغل بعد يجيني هو ويقباني عند اهلي ويجيبني مولي ونهرب عليه هربه ما عايت نعطيه من الشرعيه فهمت رائع جدا انت اول جيت انت وعدت بقراجك ثمنين اول ما فتحت فتحت في ناكشوط ولا فتحت؟ فتحت في ناكشوط طب الحاجه ايوه وتميتهم زين اني فتحت قراج جبت معاك واحدين يشتغلوا معاك والله جبت برانتيات جديد زين انا مثلا شوف انا مثلا ركتي لين نبدا هذا الوسانه عدل من الامور اياك اولا نعتوا عن المهن كامله عن الشريفه وزينب وعن هذا المهن اللي ما كان مهتم بهم الانسان اللي نعتوهم المواطن بس اللي نعتوهم يا غير خالق ايجابي يا اخي اختلوا دي المهنه دي بس معينا راغبوا الشباب فيهم ونعتوا لمهميته ونعتوا عنها زينه وعن العمل كامل عن الشرف وعن شباب الدروق وشباب المصطلح الشباب مو واحد بس معينا راك انا راك لهين عود مكنسين جاي لاحمد السلام عليكم انا عود مكنسين وانت تعود مكنسين نعم تجيني تقول لي انا لين لا تقول لي سخ دراعتك نقول لك شو ديك الدراع وتباطلين من فوق صار معاها خلك شي لا لو سخ وتشيني قاع ما تفسخها ها هو نقول لك عند الراس
شي من الناس منين تقول هاي تعال ساهم يقول لها كانت شيء الصلاه بدنا بسخه والخارجين بالذات تقيسهم تفضل راحتك تقيسهم لا تشيل زين ويبدا ما نخلصي ما تخلص شيء الا انت تمشي هي واحده من الوعود تعدلي يلفوا لك 100 ولا 200 توف تقول انا ساكت لا تعطوني لا تخسر علي تركب الفضل ها انت ما تبغى حد من يخلص لين تعطى لك الفضل بالعجله عاد تبقي لا الفضل ما تشتغل زين حتى تبقي لها الفضاء وتبقي لها حيلة تحصل غير الفضاء ولا تلقى صاحب اللي في راسك نجيك انت الزايد عندك مايو تقول لي مايو فيها حس نمشي نجيب لي وياك مايو الاخر ونقول له بولاك نخسر عليه نخسر وانت ونرزيك فيها ونكرد عليك الخنا من نسيت تقول كراج حميدو جيتو وعدل الفوز كذا وكذا وكرد هو به ذيك 500 الله الفقية اللي تعطيه انت خسر قاع الدنيا كامل ولين جي انا تقول لي جيتو نطفي المكان سي معاك وكذا وما هو كان سي جاي يعني وتعد تعد تتحمل مسؤوليته وتحمل ياك معناها عنك يعطيك الطب من البدايه لعنه ومن يخسر فيه شيء والله شوك بوت مدة والله لا مسؤوليتك انت رايع جدا معناها عنك احمد عندك واتساب واتساب فيسبوك معنا لاك ما هو فيها قاعد بلاتي الفنا سيمبي ما اعرف ما هو فيها ما اعرف ما تقول عندك واتساب انت تشتغلوا عليه والتلتيز ما هو زين عندك ما هو زين عندك اذا احمد وخلينا نقيسوا الوتر شوفوها نشوفوا شنو حديده شوفوا تنعات ان هذا كاتي وتاتي في كراجك من ذا كان كراجك كومبلي فيه ميكانيسيان في كهربائي وفي توليه وفي توليه وفي كامل اذا مكونات كراج شنو هي تقعد يمكن قالوا كراج كومبلي كومبلي شوف ميكانيسيان في ميكانيسيان رود في توليه وفي الكتريسيان الكتريسيان وفي تابيسري تابيسري اللي عدل دفات الوتو اللي عدل النقر كيش طايح هذا كامل متوفر هذا كامل لا تابيسري هو الخارج عنا بيلو عدل الشيخ صالح الوتو اذا خلينا نقيس الوتو نشوفوا راك تفتحوا خرصوا لا عاد عندك وتو ليت خرصوا بعد وتو نعوذ بالله بلا شوكات هون شوك متين هاي وتو راي راك جديده هاي جديده الوتو شوكات نعوذ بالله هاي الوتو راك متقلبه نعوذ بالله هاي الوتو متقلبه منين جيناها ما مسينا فيها شيء حقنا كرعاير فوق وقعدناها تجي انت مشيت بلاصيتها ايوه هذاك ولا يسولك عنه قضيه تعاملك مع الزباين تعاملك مع الناس قضيتهم دبلاس اذا كامل الناس جولي. ناس ما يواحد الزباين مع اي واحد يجيك شيء صنعتك يخلي عندك وقت يقول لك ما اول عدتك اي واحد يمشي بوته صالح تصلح حاله ويرجع لك يقول لك العده خاتم جسمه كان سيوخا شت عنك عدت انت شنو جسمه كان سيوخا يقلع له الروايل ويجيك يقول لك خسرت وقت وعدلت لك العدويه لين ورا ذاك يقول لك عقب جبته اخوه المكان سي وقال لي انا لا شويه حرك اذا شو ما اسمع عشان شنو صنعت الزباين عيته لا واحدين ترى منهم واحدين متعدين واحدين شنو صنعت ما قد تلصق معاهم اياك ما قد موقف قد تخلق لك مع حد منهم قد تضايقت مع حد منهم قد تقابلت انت هو ما نتضايق معاه يقول لا تصاكوا لان شو ساكت معي حتى نقول لك دور معدل لك تو فاضل يقول لي انا دورك لا تعدل لي وجهي ولا ترد لي راسي نقول له لا تبقي لا من هو تبقي ما تبقي باطك اللي ما تبقي قال لي فلان عن واحد درت لي انا كذا وقسم مكان سوك وقال لي انا كذا نقول لك ما هو والدبلاسي اللي تعدوا شنو هاي؟ دبلاسي ما هو واحد بريده بعيد والناس اللي تعرف والناس اللي تعطيك الفاضه وتشي مو كي رقاش اول مره يقول لك انا اللي نعطيك عنه لك واحدين يقول لك عد انت اي فما واحد يمكن انا كنت اي تلفن لك واحد يقول لك وتي البريد الفلاني جاي عدل لك اللي الدور تو فر عدل لك وتتلفن له ويقول رايه فاك نقول لك وتو لا تحدد انت وقع انت واصحاب تم تلفن لي ويقول لي خلع لي وخلع لي ولي حاسبك على زين يزيدني قاع لي حكم معنا عندك فما تيك الوقت حد فما تيك كل يوم معرفه ومعرفه وفم عيد يعودوا في شارع كل بلاد شارع روس وشارع كل بلاد يتلفن لك واحد منهم يقول لك الفيديو الفلاني راني خليتك يتلفن لي صاحبي عنده هيك سفيقه وطايحه في شمامه وشو بعد خايمت وشور ركاب روك وليدي قال ركاب ركيز تلفن لي انا هون وقبات وتي تقول لي تعود ماشي لا يد بلاص شور وتي شنو هي الروايه اللي ترفد معاك الضروريه اياك تعود ترفد جميع كليهات ما تخلي كلي ترفد معاك الماء ترفد معاك ويد اللي كان ترفد وترفد معاك حبل لعل تعود لي تنجح وتمشي بيرقاج والله اثنين معاك ذاك هو الحازم ذاك هو الحازم اللي وعد وتتوكل على الله تقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تكويتك وتملا مقازور وتماشي رائع جدا ياك اللي نجي فما تتقد تبلاصي وتقد تعدل الدبلاصي فما تتعدل ياك كامل تطلق معاك رقاج يحرك لا بدك من رقاج يحرك تفرم تعدل من درا كانت عيت الوتا تجي وتخرص ونتفت تخرص من كل جهه ما تعرف قاع علتها ايات واحد وتات في مش متعقد اكيد لا شيء قاع ينقفل عنه راسه قاع ما تفهم شيء سوشن عقب ما يتخلى عنك تمي
تعدلوا معناها عند الوتات يثبت التعامل معها اي نوع من الوتات تركت مختص وتات معينه من انتم هم في كميكانيكيات عندكم شي قالوا الاختصاص معناها عن وحدين مختصين مرسيدس وتويوتا بيجو وحدين بيجو وحدين انتم مختصين لا تويوتا مختص وحدي تويوتا ومر تويوتا مرسيدس وبيجو لكن ما نعدلهم يقيمون قانون ما اساس الغايه اساس عندك تويوتا تعرف امورها كامله كامل كل شيء نعرف فيها من زين ما عندك مشكله معها ما عندي مشكله اذا قلت عن الوتا عند من يتول بعد من يتبدي خسارتها ولا النوع وانواعها بسمعي له تكتشفهم بسمعي له تعرفهم خسارات وتات مو والله تعتمد على اللي يقول هو الزبون الشوفيرات مو واحد في مشي يفهم شيء في مشي ما يفهم شيء في مشي واحد يجي اذا ما رحت قاعد لا باتري تنفيدي يقول لك نشيت قلبني قاعد تورني وقلبني وفي شيء عاقل انه يجي يدير كونتاك يقول لك لان يدير كونتاك وضاو يضعف كومبليت معنا انا شغل بعد تخلص كره تخلص كره ولا تخلص والله تخلص مالي الشن عيداك من الشن حالت انك انت تبوسه والله تورني هو كالله تخلص الشن تخلص سوك الامور ولا تعد فيه روايه مكالي من تاع والله شي ولا شي من الحديد في طاني تحاك تمين يا فرقي كالي تم بواتي لاني كالي قاع ماتي من دار تو كميكانيسيات كان عندكم باتيك معينين الناس اللي تكون عندهم باتيك معين تشرم عندهم شو من الناس شو من المكان سيهات عنده عنده باتيك معينين تشرم عندهم ويوعلوا للزباين وانتم هم متفاهمين ويوعلوا لكم احتجاج معهم واحد من المكان سيهات خارج واحد ما يخارج يقعدوا يتعاملوا مع باتيك معينين عنده باتيك يشرم عندهم وهم اللي يشرم كل يوم يقولون بيس بيتي فلان يشرم عنده لان ما يجي ساكن بيتي ودمو زين عندهم تو كل يوم هم وانا يقول لك بيس فلان فلان يقابل والله المهم عندهم يقول قيس فلان وتور فلاني وشم عنده الحديد اللي لا هي لا فماتي واحد منكم معينين عندكم وكليان معين تشم عنده والله من دراك انا قعدت بعض الزباين يضطروك لعنك تطلع وقت ما يعطيك تطلع فيه حتى يجين واحدين تلفون ولا يقول لك انا دورك تطلع لي ستة ستة مع الصباح ما نقدر نطلع يقولوا لا بد لك انت تطلع انا عندي فياجي وعندي كذا ولا بد لك لا حد اللي يخليك وقت ما تطلع مو التاسع يقوم واحد يتخاصم وفي رمضان شو ضركت اياها انت تطلع وين تتنقل سنين؟ انا التاسعة ونص رمضان تطلع التاسعة ونص مع الصباح انا 90 كيلو من الصحة 90 كيلو من الصحة 90 كيلو دحني ايوه معناها انك تكونتيني رمضان تكونتيني من ست من ما نرقد عيت نرقد مرة ما نرقد اذا بالنسبه للوتا قلت عنك اول عنك انت مختص في قالوا تويوتا هات والوتا بس معي انا اعرف عنهم كولي بس معي انا اعرف عنها واقع لها مره بمتين والله الواقع لها عادي ما هو شيء في مشينه يكدي امبالي اكسلير وراسه تقعد مكينته خامر وتقعد ما ينافع يطلع ساك عمود ودخان ولا تطفيته بالمفتاح ما تطفي لا بد تطفي فيتس الله تقلق نفسه يطفي وقضيته هذا اي رقاش عنده وتا يجي معصب خلاص خلاص ما كونترولها كامله كولي توس كيف هيك عندهم وفيها ويل وفيها لكي وفيها كل شيء وفيها غازوال سيد تم ذاك توقف وتاك ما عندهم مشكله تقعد سايل على تيوت غازوال انه يجي دمارات تقلب دمار اذا بالنسبه للانسان امي كيف انا بذلين قالوا الوتات بماذا تنصحوا اياك يتم حافظ على وتو لا تم لا وتو خالك شيء ما يقعد يعقف في ليدي ما يعطي الياسر منه معناها انه يتعامل مع قراج واحد فقط اياك يقعد يعرف علته يعرف علته عقب ذاك اللي هو هنا يوقع مع الصباح يقعد عقب له بدرقاد وشاي له دماري وتو شو يبلع شو خلاص ويلها يفتح ماها ويخرصه ويخرص ما طايح سك ويخرص يقعد فوتو يسمي دماري ويخليني انت جلسي وبقي مهتم ولين يسمع فيه حس والله شيات يسمع فيه حس شي طافي ولا تيقدر يعني يجي مكان شو الناس يسمع حس يقول لك انت ماشي بينا انقراش من عند قطع دلت مرة والله انتين وخسروا لي وتا يا ما يصال حنين تسمع حس تطفي وقفل وتاك وركب تلفن علمك انسى والله تلفن يقول له انا رأي نجد وقام لي حس وتونين يقول لك عكسليري والله يقيم حس بالوتي يقول له لا وها جاي انت بلا قد عد لا حانك تاني تعكسليري وتقلي مكينتك والله تخاف بيه المشاكلته تعد كامل السبب وانت لانه يقوم فيه حس ما نعرف وش طافية ودير مفتاحها في البنت وانت ماشي من درا كانك انت كاتب قراج على كم يتخرج رجاج من جاكم هنا عاد يشتغل معكم ميكانيسيات من الشباب ناس 101 جيش ما شاء الله ذكي ذكي ما شاء الله اخباري وفي شيء ما يتقدم قاع تم لا بصيف تعرف ما يتقدم تجبر بعد 10 سنوات تم لا برانتي تم برانتي فما حد يفوت واحد ولا سنه واحده وعاد ميكانيسي وعاد يفوت وعلى اي اساس واحد يعود الكتريسي واحد يعود تلو واحد هو براسه يختلف من البدايه والله لا يجيك تقول انت والله يشوف راسه انه اشبه هو الى قاسك يبقى كلهم يشوف مهنه شوفك انت الكتريسي يقول انا بعد نبقى لا يكتسي ويجلس جراج يقول لا انا لا يبقى لا الكتريسي انت ماشي شراك الكتريسي حق واحد يشوف دور لا تولي يبقى لا تولي كر الوتات واحد يبقى لا مكان سي واحد يعود يبقى لا تاكسر واحد يقعد يبقى لا يعدل كارطه احمد دعيت تقول شعر
شعر ما نقول ما قد قلت الشعر ما قد خممت تعود معناك مشاعر شعرك المفضل من هو اللي تسند انت الشعر دائما زين عندك شعر شعر محمد الطالب محمد الطالب الله يمسي عليك محمد الطالب شاعر عظيم شاعر اللي الشعر ايوه كنت يك ساعه مشجع في مر شعره والله يك ساعه مشجع في مر شعره هو من راسه انسان حبوب وانسان وانسان انسان رائع جدا محمد الطالب ومن اخا مطربتك المفضله مني اللي تنهور قبال احمد دوني يعود يصلح وتو دار كترات لا الاحوال ذوك الاحوال ما مالي عنهم لك شان سنه الهو ذوك الاحوال زين قلت عن اساسا تركت اختي يقرا ولا لوح لا لوح قرا لا لوح زين احنا راك تنقص الوتا رجعنا لقضيه الوتا وقضايا التعليم هذا النوع حديد هذا النوع انت تكريهات راك تفاصلهم ميكانيكيا ما عينك تخرص الحديد هذيك ديس وانز كلي يا غير عين لي كلي ديس كلي اونز كلي 25 كلي كذا كلي كذا ما عينك تخرص من لا مجرد يتمس الواحد عبد تخرص تخرص الواحد يقول له اعطيني نقول له اعطيني كلي كذا يا طفل قاعد يعطيك كلي ما هو كلي والله يعطيك قول له ما هو قول له ياك ما هو غير بلون هو اللي ما عينك في شيء بلون شنو هذا بلون شنو هذا اللي كرو ما لك ترى فيها هاي كاتورز هذا كاتورز هذا كاتورز بس محل اعطيني كاتورز كبرها خرص زين كاتورز راي اسقر منها دوز اسقر من ذاك ديس زي حتى اسقر من ذاك ليقعد ويت وتو وهكذا كل بلون فيه كل بلون وكل مولي تويتا كل زر فيها معروف بلوهاته جاهد لا نقول لك روايه قط قال هذا قاس في الوتا قال عنه عرف عنه الوتا تم لا يساق تحديد حديده منها ما هي اساسي يعني ياس من صار عدل ياس من الوتا مثلا ما عندهم فايده نين حق مرحله يعود ما ترى مثلا في مش من الاساسيات ما في الوتا يطيح وقت تمشي بالوتا دون ما هي في هو قلت تمشي غير مو معلوم فيه اي راي على كل هاكت ياك شنو فايدته هاي ذاك فايدته هذا مال الصوت هاي التربو التربو صوت زين صوت الوتا ومن يقعد ما يفيه يقعد حسه كبير ومع هذا وقت من تقلع انت من هون وتقبع شارويطه والله شيء وتدخل شوك في تربو ليتك الله يعليك وعقب ذاك خساره للماكينه زين يقولون احنا على ما هي مهمه غير مهمه هاي ما هي مهمه مهمه هاي مهمه مع عيالتي راسها تتنخر قاعد تتخنق من الماكينه عيالتي تنشق من هون غير تقعد مشقوقه شوي ما هي مقلوعه كامل يعني انك بالك راك نقلع حالك هي كامل شو شو دي هذا كاتكليها كليها ديس قلت له شو ديس ها يا زين ما مشكله هاي تقلع عنها هاي تقلع عنها انا بدل نار تقلع عنها يعني تقبان تقفل كابوت تعدون شارو طال شيء وتدخلهم تربو ليتك الله عليك وتخسر عليك تربو تعد تسقل مبلغ مالك تسقل وعقبالك تخسر عليك تقيس الماكينه منها زين وهذاك شنو فايت؟ هاي هاي مولي درج تربو واحده راديتر اللي الريح تحت شوف هذاك تقلع حراش ايوه هاي تقلع ايوه خلاص هي تقدر شرطة شوف هاي فيها فانت اللي ترهم زين حتى هي الوتركات هي هاي تتصالح حجم انت لا تصالح انت صالح لكن انت صالح غير صالحة ما عنده مشكلة جديد مازال يبان جديد ما شاء الله ما كنت ما تطلع شيء شو شيء لا جينا وقعدناها نقول عن ابو جاته ودمارينا انا خال راقب ركاتي ركاتي الدماري بسبتي الدماري انا ندير لك باتري انك جهه لك حاجه ويتاكل صدر بسبتي الدماري ما شاء الله لك انت زين اطرح كنت لا تطرح هاك الكوسا مس انت هو بجي قاطع الجر تو حق اول اول سالك تاع علوته قاع ياسر من مره قاع يقد يفوت مصر ما يفوت هي كانت مك انت زين ماشي ما عنده مشكله ما عندي مشكله ما شاء الله جاي مركز دافع طاحت لي جاي انت جايب بسيفتي والله لا في مرايه ولا في شيء لا لا جات سوق كومسا لا اتوقع لمده تضحك فيه ايه اللي لا روايه تو مصروع مش بنت مصروع تو فاتي ما تعرف روايه شنو هي وزين خلينا نقيسوا من دراك انا كنت ايت الدباني في, 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 في الكهرباء شوف الكتريسي يجيك واحد يقول لك واحد يقول لك كره يعود يعود الكتريسي ما هون يقول لك انا عندي خلي شوي في هو اسمه يقول لك عند فانتراتير ما تمشي نقبال هالشيء وتستيه وخلاص انا ما كان الكره من هون مو جاي كان كره عود مو جاي هوك بومب قد ما دباني غير هاي نوع بومبات ما قد تعدلوا لها غير بومب الاخر اللي سيمبل تقبل تدير في نسوة في الخلوة تقبل تدير في هون في البليس وتدير فيه هو وتجي مثقف هيك كارينا كيف ذاك النوع هاي فيها وي؟ ما شاء الله وتها زين اي وتها زين قلت عن هاي راك قال حجة الماكينة هاي حق هاي ماكينة كومبلي راك ما هي حجة هاي كومبلي في دمار في انترنت في بوم ديركسيون في كومبريسير وفي جميع اللي في كامل وشني اكثر الخسائر اللي جوك هنا تبين قال تويوتا اكثر شيء تخسر شنو؟ اكثر شيء لا كاردهات والله
انجكتورات. انا بعد عندي واحد منهم هاي 200 تعرف باش الذين قالوا مايو مايو ذاك لا كردهات قط عدلتهم والله قط سوداهم لك واحد عوش مايو خلينا شنو علاقته بكرده؟ ما الوالد دخل فيه ولي دبار الوجه. انا دائما فت بدلت مايو خلال شهر شهرين كل شهر نبدل مايو. كرده كذاك خرصوني عود مسودي. ما هو زين قاعد يحس شتني تتعذر باك تسمع صغير. شفت قالوا عنك تقلوا عنك مباشرة وقبال كرده مو مسودي ولا شي يديروا ما تقول مايو. حلا حق وعنده علاقة بكرده. ما الوالد داخل فيه ولي مشي. بس ما تناظر يمشي اللي تمشي انت لا قدرون لا تمشي ترى نعود كرده ما يمشي متناظر يدقدق رول محل لا يعمل فيها عود في جيب يصير يجي مدقدق الاول والسما يوم ما اقوالي ما هو لي اقوالك اول يعود اول راس دبوس تخش فيه معناها معناها انه راك يعطي اول شيء عاد بدل كرده اول شيء كردان متوالي مايو مايو اللي دائما ماشي بدل كردان وبدل هي من الحس اللي نسمعني تنفيري مثلا نسمع كثير ذاك راس كردان معناه عني انا راكت عندي مشاكل لا كرداني بدل كرداني واخذ عني ذاك غيط واخذ عني ذاك الاحساس كامل. حق بعض لكن من الاحساس تسمع وين تمشي عليه 60 تكون فيه رشوه لكن لا من كردان. معناه عني اول شيء نعدلوا كردان بدلوا. لا تبدل كردان تبقى كردان زين تبدلوا توتر. اي صلاه بدل الصبح ان شاء الله نبدل كردان هني هي اللي هو كردان قلت عنه مو كردان اثنين بدل كردان المتوالي مايو. شو اقوش قصير وادرواته طويل. معناه عني بدل كردان المتوالي مايو. بدلت كردان اللي متوالي مايو هو اللي مبدل هو اللي عوش هو اللي خسر لي هذا كامل كردان كامل تو دبوس هو عايد دبوس والله مبدل هو الاثنين اه تبدل لا شو هو كردان رائع شو هو وراك شو خرص شفت هذاك مسودي شو خرص اللي ما لاصق تريت مسودين والله ما واحد صاحب كردان يقول له كردان هات كردان هات يقول له انا ما عندي باس نشري كردان هو كردان ركن كرداها ذب 35 ذب 25 وك 35 هذا اللي فيه مايو هذا اللي فيه هاي القصير هاي القصير هو ما فيه مايو هو فيه مايو هاي الثنتين هو فيه مايو ايوه لغير هاي قصير وهو طويل مو واحد انت تقول يبدل شنو هنا تقول يبدل ايه تبدل مايو اللي راك فيه الكرع هذا هو اللي قلت لك نبدلوا هذا شفت مايو اللي تبدل غير تبدل معاه كرداها ياك توفى من دقدق مايو ني عود او اي كرده هات ياك تبدل مع مايو اذا الكسر اللي دقدق هي هو ذوك الكسر وكسر ما انت في على اللي هذا الكسر حق بعد الكسر وبكم هذا ب 25 عارف واش كومبلي لا تجي ودخلوا تو زين حتى الاول وسياسه الناس يختار قاع مول لك مايو هات كرده هات يقولوا جرى كرده هات بالسعر يقولوا لين عدل الملاك 25 كمل هما الاثنين يشتوا يقطعهم ويسوديهم لك تو وياك ولي عقب يضرهم راي ولي عقب يسودهم وعوش وتم ولانا يمشوا هما يو يدقدقوا قولي شو ما سمع الشغله في رمضان هنا تياها شو ما سمع العطش ومعاه عطش تبع انا نعطش ما شاء الله مع الشمس مع الشمس لا طاب يعني ما نجبروه قاع ما معنا في رمضان شغلتك رمضان شغلتك في عادي لكن شغلت في الايام العادي ما اشغل انا في رمضان من رمضان في كلمات ما تقدر استراحة تقدر هاي دام تم نجري هوب ونقعد في الاستراحه هوب ونوكل ايه توكل الى وتشرب الى شد مع احدين الاخبار وصرف كاس احدين والله ايه احدين ترى احدين تشد معاهم الاخبار والله شوف احمد دواك ليتنا عتب نموذج من الوتات المعنتريات عندك هنا تياه طب له طب احمد هذا هو كل واتخالك طب الواقيش طب الوتات اعطيني هذه الوتات هذه الوتات مش كنت شنو؟ هذه عن توليو هي عن توليو لا سباقة وسباقة كم تقريبا سباقة الوتات كم؟ سباقة مو واحد سباقة الفور يقولوا 80 الفور شنو؟ الفور الفور اللي طار ضركاتي لا سباق الوتات ما في تراب ولا في يا سبري لا عاد خالي راعي هون مو زين والله بكم؟ بينتي ذاك ب 80 وبينتي الاخر ب 50 بين 30 زين زين بينتي الاخر اللي هو بينتي التقليدي اللي تم هي شو يدير البنت روها لك مو لا او حاني نص اقول لك روايه وحد لا يعدل الا سباق زر من الوتا كيف لا نسبق الا هذا لا من هون ونسبق لك من هون كتوف اي اي اقبع عليهم 20 20 قا حتى هو لا زرير هون زرير زر ما يقدر يقبال لا زر ال لا بده يقبال كامل ياك عود ما في عود كامل الشابه عدل لك بقعه هون لا ال وحده ويقبالك لك ال تعد بقعة كيمي ما هي بقعة وما اللي يقبل وما اللي تعدل السباق يقبل على كولير الوتة يقبل على كولير الوتة غير كل بينتير ديس واحد جديد مو واحد هذا شتاء لك مين تقبل ذاك ما له بينتير دوري شيء مين تقبل تبخ على هذا هو ما تاوي السباق يقعد جديد هذا من زين حتى ما أنا عن غير اللي يقبل هو ما يعدل له يجري هيش يقبل كامل يعود من قدام ياكي ياكي عود هو تكت زينة ما يعدل لك شيء تاش وما شبه قاعد قاعد يشري اللي ترى كولير ترى تعودون شنو هاي الوقت مش كنت تشتري الماكينة هاي أغانسيس مش كنت لها الماكينة هاي تشتري الماكينة هاي تعدل الماكينة هاي معناها تعدل من البداية للنهاية
ايوا شوف حني نستنقص له تا يتشب الوتات ما تعود يغلبك مثلا والله يغلبكم في كراج والله يعود ما من اختصاصكم ترفعوه تعدوها في الخارج والله الداخل قيس بي دكار والله تونس قول لي انا انت عند منين يجيك الوت الاول بعد قاعد تخمم في شنو؟ الوت جيت ولا عندهم مشكله ولا عنده شيء من راك انا توثق ذاك اللي يقول لك مولاها والله لابد انت متعدل من شنو الناس يجي يقول لك المرض خارج شنو ما يعرفوا يقول لك تميت ماشي عاد تكليكي تكليكي ايوا لو نجي نركب انا ونخرصها نمشي بها شوي نعرف الفيتو يعني عود شي الناس يقول هذه الماكينه نقول لهم لا حان شوي خرص غازوال كانوا طالع خرص المتام وويل تام زين حد الاول تخرص ويل الاول لو خرص ويل خرص ويل كانوا تام كان عندنا حد يتخلط مع الابدان ويلبس الباس الابدان ويلبس الباس حق بعد لا يتخرمزوه من راسه سيري انا لا يندسر شيء الله اللي احنا تبع احمد وداتك له مشاهدي الكرام كيف استفدنا لقاء ممتع مع الميكانيكي احمد في حلقه برنامجنا يوم الجاي الى حلقه جديده طابت وقاتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وداتك له السلام عليكم.